fifth grade. Please open your workbook at page number 117. Use of English. A collective noun is a group of people, animals, or things. اليوم رح ناخد عن اسم الجمع، الكلمات اللي بتدل عن أسماء جمع. مثلا المثال عندنا كالتالي: A dog sledge passed a herd of reindeer. كلمة a herd هي بتدل على collective noun، يعني بتدل على اسم جمع، معناها قطيع. شو معناها قطيع؟ قطيع من حيوانات الرنة أو غزال الرنة. أوكي؟ معنا السؤال الأول: Read the phrases underline the collective noun. في عنا العبارات التالية، الفريزز التالية، وإحنا بدنا نشوف الكلمات، نضع خط تحت الكلمات اللي بتعبر عن أسماء جمع. طبعا أنا already حطيت الخط. Number one: A team of footballers. هون كلمة a team هي بتدل على collective noun، اسم جمع، وهو بمعنى فريق. فريق team معناها فريق، وكلمة فريق بتدل على اسم جمع، يعني مجموعة من الناس اللي هم footballers، اللاعبين كرة القدم. A bunch of flowers. كلمة a bunch هي collective noun، بتعني ضمة، ضمة من الورد أو باقة ورد. A herd of cows، قطيع من الأبقار. A shoal of fish اللي هو سرب أو مجموعة من الأسماك. A pack of wolves كمان نفس الشيء، قطيع أو مجموعة من الذئاب. و A flock of birds كمان معناها سرب. يعني كل الكلمات هدول بيعطوا نفس المعنى، لكن كل كلمة لازم تيجي مع مجموعة من الأشياء. يعني أنا ما بصير أحكي a team of fish، لا، لازم أحكي a shoal of fish. Wolves بيجي معها a pack. Cows أو reindeer بيجي معها a herd. كمان goats a herd. وbirds اللي هي a flock. كل كلمة بتيجي مع نوع معين من الأسماء. المطلوب منكم بعد معرفتوا معاني الكلمات وكل كلمة مع إيش بتيجي، حل number 2, 3 and 4 as a homework. Now let's move to the page number 120, check up. إن شاء الله اليوم آخر حصة لنا، رح ننهي المادة. هاي الصفحة كثير مهمة، مهمة جدا، فيها بتجمع معاني أو قواعد هاي الوحدة المهمة لكم. Number 1، بدنا نعبر عن الصورة باستخدام الcomparative أو more than بهذا الشكل: The girl has got more books than the boy. واضح بالصورة إنها لديها الكتب أكثر من الولد. Number 2، The man has got more luggage than the woman. مع أغراض أكثر أو شناتي أكثر من المرأة. Number 4، The boy has got more balloons than the girl. الولد لديه أكثر بالونات من الفتاة. Number 2، complete the sentences with fewer or less. هاي القاعدة أكيد شرحناها وركزنا عليها. نشوف الحل مع بعض: James had less money than his sister. Less money. ليش هنا إحنا استعملنا less؟ بما إنه أصلاً fewer معناها أقل، وليس معناها أقل نفس المعنى. ليش استعملنا ليس؟ لأنه money لا تعد، فاستعملنا معها ليس. There are fewer apples on the trees this year. Fewer apples لأنها معدود. Number 3, there are fewer children. أكيد لأنه معدود. Number 4, there are less snow on the mountains than last year. أكيد لأنها غير معدود. Sally made fewer mistakes than Jack. معدود، mistakes، أشياء تعد. دائما الاسم اللي بعد الفراغ هو اللي منركز عليه. طلعوا money عشان بالامتحان تركزوا على هذا الشيء: apples, children, snow, mistakes, and the last one noise, children. Can you make less noise؟ الإزعاج أكيد شيء ما بنقدر إحنا نعده ولا نلمسه، فهو غير معدود، استعملنا معه less. Number 3, complete the sentences, choose the correct word and breaks. في عنا كلمات موجودة في بين الأقواس، إحنا نختار الإجابة الصحيحة. The classroom has the fewest desks. ليش إحنا استعملنا desks؟ لأنه كمان معدود. وهنا عنا superlative. Number 2, of all the children, Millie eats the least food. في عنا the fewest and the least.
فهي أكلت أقل شيء من يعني أكثر وحدة كانت أكلت كمية قليلة من الطلاب. Number three, last year the most rain fell in January. Rain, في عنا rain سواء most. Number four, this class has the most boys. طبعا هلأ number four ليش استعملنا أو number three ليش استعملنا most؟ لأنه المعنى طبعا نركز على المعنى. ليش هون المعنى؟ لأنه بشهر واحد أكيد كمية الأمطار بتكون أكتر. أوكي، كمية الأمطار بتكون أكثر، فإحنا استعملنا the most مش أقل، الأكثر. This class has the most boys، أكثر عدد من الطلاب. أكيد the least ما رح تزبط مع the boys. Number five, ask your grandma to help you. She has the most time. The most time أكيد لأنه time غير معدود، فإحنا استعملنا معها the most. و this quiet street has the fewest houses. في عنا houses أكيد معدود، فاستعملنا معاها the fewest. Okay, goodbye. كل عام وأنتم بخير.